أعوذ بالله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. أخوة الكرام، إنكم خرجتم من حمام في مثله يرضي الله عز وجل على الناس عن المؤمنين ما بهم من حوبة وبهم من دنس. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فينبغي أن نحمد الله ونشكره لما علينا عمل. لم يستطع العبد أن يعمله، لكن بما أن العبد مكلف فمن التكليف أن يحافظ على ثوبه خوفا أن يدنس. خرجنا من معتكف ذكر الله 40 يوما، وصلينا 40 ليلة، وقرأنا ما تيسر من القرآن، وختمنا ما شاء الله من ختمات، وبلغنا من الذكر آلاف. الحمد لله رب العالمين، هذا من فضل الله، لكن التكليف الذي عليك هو أن تحافظ على منة الله عليك. ألا ترون أنه لو جاءك إنسان بشر مثلك فأهدى إليك ثوبا مثلا مثل هذا، فأخذت رؤوس ذلك الثوب، أتكون شكرت الهدية أم أنكرتها كفرتها؟ كذلك نعم الله عز وجل، نعم الله عليكم بما بلغني من أنوار وأسرار ورؤى ومشاهدات وكشف وكشوفات، وهذا شيء من الناس من لا يستطيع أن يتصوره حتى من التصور، ومن الناس من لا يستطيع أن يصدق ذلك، وإنما تشترون وتكذبون. جاء في الحديث أنه من لا يؤمن بالرؤية الصادقة لا يؤمن بالله ولا برسوله. أهداس ذلك أحطيه أرجع الحديث، من لا يصدق الرؤية الصادقة لا يؤمن بالرؤية الصادقة لا يؤمن بالله ولا برسوله. القرآن الكريم أعظم، مثل الدين وجاء إبراهيم وحسن الفرعي. فأكرمكم الله بفضل كبير، فمن شكر نعمة الله عليكم أن تحافظوا على ثيابكم، وأقصدوا ثياب معنوية. ولباس التقوى ذلك خير. كيف نحافظ عليه مخافة أن يؤذي الناس أو أن يسحب منا؟ أن يكفر بها هؤلاء أخذوا كلامها قوة من سؤالها بكافرين. ويقول كرامنا ألفت نظر الإخوان والأخوات، وقد حضر معنا من هنا طائفة من قومنا بإخوان الإخوان هنا وفي الشمال أيضا. الله يجزيكم بخير، أخوات يخدموا أو يخدموا الآخرة ديالهم، ويكونوا حافظوا وحاولوا بأنه العمل ما قدموه من خير ما يفسد شيء من من قل ورحنا لذلكم وخدمنا وطيبنا وشقينا أخذتوا الرسل الآخرة ديالكم ظهر. ومجرد ما واحد منكم تشوفوا أنا عدلت وفعلت وتركوا مع ما الدواء فيها وراه بطلت العمل ديالك. هذا دخلنا لمن يريد الله غسلوا صدقاتكم بمن. إذا أرجعوا نرجعوا إلى ما كنا فيه، ونبدو الإخوة مرارا وتكرارا إلى أن ما يمر الله به عز وجل علينا يجب أن نحتفظ به، وإنما هو هبة من الله عز وجل لم ننلها بكثير من عبادة. لما كان الشيء كنت 40 يوما، الناس كيجتهدوا 40 عاما ولا 50 عاما ولا 70 عاما ما يوصلوا ما يشوفوش ما يشوفوش. علاش؟ لأن الله تعالى أعطاكم واحد الفضل بالأحسن. هذا الوقت الذي عامر الدنيا بالفواحش والكفار والزنادقة والمعين على الله والمثبتين العزائم والمغريات، يجي ندخل هذاك الشيء كله، وجيتي قلتي انا نخلي الدنيا كلها وما فيها من لغط، وانت شاب عندك 20 سنة وشاب ديال 20 سنة كنت مختار عامر من لغط وشهوات، خليتي هذا الشيء كله ان شاء الله تراكمك. داكشي اللي كانوا يستحقوا الناس في 40 سنة طوى عليك الله في 4 أيام ولا، ولكن هادشي هذا راه يزوركم ويهرب عليكم. احتضنوا خافوا ونخافوا جميعا،
إسرائيلي ويعاودوا بشي كمالة وبالفعل عرفوا ناس ولك هذيك الشمس عمرها ما طلعت يا سيدي هذيك النهار كنت جي كذا وكذا 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 وشفتي كذا وكذا وكذا وحددت لي كذا وكذا ودابا كتقول قال لك هذا الشيء كله غير كنا غير كنحبوا نعوذ بالله من السلمي هذا عظيم حافظ هذه الاولى الحاله الثانيه هو انه باش نحافظوا كي نديروا نعرفوا انه الدين ديال الانسان خصو يبنيه لا بنا في لا بنا لا بنا فوق لا بنا ولا بنا صحيحه ماشي ديال اولا يتقن اركان الاسلام يعرف شنو هي اركان الاسلام شحال هي اركان الاسلام كنعرفو خمسه ولكن كيف ولا شهاده لا اله الا الله ما شهاده تشهدوا يقول لي نكون شي مشاهدة يوم نلقى هذه حجة واللي بالإيمان شهد قال لا أؤمن بالله شهد أن لا إله إلا الله هذه مقبولة اليوم إقام الصلاة كيف دور إقام الصلاة؟ الإخوة الكرام لاحظتوا مرارا أن أعضاء إخوان منكم واحدة بعض الأخوين كيف فرطوا في مبادئ الدين فلا يتقنون ولا يتقن الصلاة فإذا لم تتقن شروط الصلاة فما أقمت الصلاة ماذا هي شروط الصلاة؟ كيف دون يعني نقيمها إقامة شو إقامة أقام أقام الشيء إذا أوقفه بقوة قائم شيء قائم فأنت مثلا الحمد لله نذكر العطلة علينا جماعة عبد الإحسان قائمة أنا قائمة ما نعم ما يعزمش لا في المعتكف ولا في الشواطئ ولا في التنظيم ولا في الطبيعه الله يزيدنا وبعد امر قائم يعني الاقامه فيها معنى القوه فاذا الاقامه الصلاه صوت القويه ايوا غير غير ولا خشوع في الصلاه والمجوسيه يبنى على المؤمنين ولكن فين شيء اخر الاقامه الصلاه بشروطها اللي من قبل شروط الوجود، شروط الصحة، نعرفوا الجد، ونعرفوا شيء الطهارة، ونعرفوا شيء الاتزان، ومن العجب بأنه قد يكون من الإخوان من لا يتقنون الاتزان، ويستحيي يحشم يقول أنا ما كنعرفش نتزن، والآخرين فهو يأتم لنا، الله تعالى قال له اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هو كيحشم، فحشم أنا يعني عندي 40 سنة. وانا دكتور ولا استاذ ولا كذا ومشي عاد تسولي وإلا قالوا لقات العربية ديالو غير سوء قيمة ضعيفة ما يمشيش ما يعرفش يقرا الكتب كيبقى جاهل تيمشي يلقي وصلوا ديالو فين هي كايناش ما كايناش لا شروط الصحة كايناش باش تصح الصلاة تنعرفو الشروط ديالها أولا طهارة طهارة الخبث تعرف الحدث الغلو الانسان وتعرف الثوب الى اخر هذا الدوران فاذا خصنا هذا الامور تقلنا هذه الامور اللي هي اركان ديال الدين ديال الصلاه الاركان المحسه الحسيه عاد نشوفوا اركان اخرى صلاه ذات شرعي والله تعالى كيعطي الخشوع اللي هو ولكن الانسان يجتهد انه ما يخليش وقت الصلاه وصلاه خاطبوا رباه ولعبدو يلاجي رباه فإذا باش نبنيو الدين ديالنا وباش نشكر عباد الله عز وجل اللي بقى لنا هادشي اللي نقنا منو في الأربعينات من حلاوة الإيمان إذا خصنا نحافظو على هاد الأمر هذا عرفتو ما عرفتو دقتو ما دقتو شفتو ما شفتو واللي كان منكم جديد في الجماعة ارتوى عليه الله يجزيكم بخير كيف ندور نرتوى عليه كاين جوج الامور نرتوى عليه فيما نكلفه به ونحافظ عليه ونحتفظ به ونيسر له الامر فيما نبلغه وفيما نسمعه وفيما يراه كاين اخوان اللي كيجيونا لاول مره كنكلفهم ما لا يطيقون ربما هذاك السيد اللي جاء شي واحد يمكن الله اعلم كيما ما يكونش هذا
جا عندك هاتيك فيها 40 يوم ما عرفتش شنو هو هاتيك 40 يوم. قال يعني انا غير شي نزهه هكا واش هادي بغات هكا بحال حرمه ديال نهار وغير ديال 48 ساعه وجا لقى انه صعيب غادي يبقى غير مجرور غير حشنا مسكين هذا طبعا إخوة الكرام إن مما يعيب عليكم أداء زكاتي ما حضرتم فيه أتوجه بصفة خاصة لطلبة القرآن في رسالة قدسكم كتذكرها ولا لا؟ كتذكرها هو هذه الرسالة عاود تقراوها عندكم ولا ما عندكمش تقراوها للقرآن الوصية اللي باقية هو أن الواجب عليكم أنكم تؤدوا الزكاة التي نعمتم لنا عليكم. جعلك الله من أهل القرآن سأدي الزكاة. الإخوة اللي مازال لم يبداوش يحفظوا القرآن عليهم بالبناية من الآن. احفظوا القرآن. هذا القرآن هذا الله وخاصته. ما تفوتكم شيء. وكيف نديروا باش نؤديوا هذه الزكاة ونؤديوا الشكر لهذه النعمة؟ الله تعالى جعلنا من أهل القرآن. من أهل الدعوة نتعلموا من رسول الله عليه السلام شو داروا نديروا بحالهم وعن وعين وفهمين عميق ما يمكنناش نديروا بحال كي داروا هما في الزمان ديالهم وفي القوم ديالهم لأنهم هاد القوم آخرين زمان آخر الناس كانت كوعاو شكل آخر ديال الناس خصنا نخافوا شباب آخر ولكن الأمور هي تابدة هو نصبوا على الدعوة ونواظبوا على الدعوة ونخاطبوا الناس وما يفهمون قال الله تعالى في سورة نوح بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه لأن قوتهم قبل أن يأتيهم على الآية الأولى هي أنذير أرسله الله نذيرا كما أرسل الرسول عليه السلام وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا ويبشرون وينذرون فهذا الزمان ديالنا كيفاش ننظر الناس الانذار ديالنا كي نديرو الانذار ديالنا خصنا نذكرهم بالاخره ونتخذ من صلح لنا منهم اخا للاخره الحديث اللي لقيناه اللي وصلكم بلا شك جالس وصيه النبي صلى الله عليه وسلم شنو قالوا؟ شنو قالوا؟ قالوا مستكثر حاضرين ولا ما حاضرينش؟ وكان حاضر هذا هو وصية مهمة قالوا مستكثر الإخوان الأخيرة من المعارف من المعارف من المؤمنين فرب معرفة الدنيا بركة بالآخرة ومن بعد شنو دار سيدنا علي؟ فلبث حينا هذه السنة فلبث سيدنا علي لبث حينا في القرآن الكريم سيدنا نوح قال الله تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلى 50 عاما أن لبث معناها مكث لبث معناها بقي زمانا طويلا على الصبر دعوة خصنا نصبروا عليها والرسالة كنت صرت لكم من الإخوان للخمس مزراء من القرآن قلت لكم كاين الرجال اللي هو مضى واحد العمر دار 40 سنة في واحد القبيلة وتزوج تما ولدو وليدات وش أجيال ديال المؤمنين إذن لبث هذا الصبر الطويل هذا من ثوابت 3 أيام شو سيدنا عاش قال لهم ونشوفوا واش حنا نقدروا نقولوا للقوم ديالنا في هذا الزمان بحال كي قال سيدنا نوح قال يا قوم إني لكم نذير مبين نعوذ الله بالتقوى وأطيعون زيد أغفر لكم من ذنوبكم ونؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخركم تعلمون فإذا مباشرة فنوم الآخرة وهذا هو الوضع الحساس في كل قوم في كل زمان وفي كل خطاب دعاوي هو مش مباشرة للآخرة إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر من تلاوته يوم بعد جاء التفصيل
وجمال الكون شنو قال لهم؟ إياكم نبي المبين، أنا عبد الله تقوى واطيعون، اغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسلمين، لأن الله إذا جاء لا يؤخركم دلاهم. إوا تفصيل كذا على ربي نيد على تقومي ليل ونهار زين فزيد الدعاية إلى فرارة. شوف هاد الشيء الصلاة بالليل ونهار قول هذا اللي غضب الله عليه وقل نوح الله تعالى وحي قال ووحي إلى يحيينا وبنومينا وقويك على القلم قالوا كذبه الله يوم الله شقا نعلم الله هنقول لي جوا عرصة فينا نهم مؤمنين إذا أرزقوا بينا نهارا فبينهم دعائي إلا فرارا فإذا يهربوا لك وبنتي لهم وهربوا لك وهكذا ما تيسي عاود لهم إلا وحنا من أم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مرحومة هذيك الأمة هذيك ديال سيدنا الكفار هذيك مغضوب عليهم أما المسلمين سلموا وراهم داخلين في الدائرة ديال الإسلام إذا الليل ونهارا فبينهم لهم دعائي إلا فرارا وأنت هما عربانين أنت تجي عليهم باش تردون وإن كلما دعوا تغفيرهم جعلوا أصابعهم في أذانهم شوف شوف تصويرك دابا بعض الناس اللي هما بودات الناس اللي هما بودات وجافين وفي وجفوا كيدير هذا الشيء كيقول هذا الكلام ما نسمعش ما نسمعش هذا الكلام ياك اللي جعل هذا فرسول الله سيدنا نوح مازال لهم قالوا جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغسروا كنا معهم جاو حوالينهم قالوا ما نسمعوش ما نشوفوش بعد علينا هذه تقوص الوحشية والتوحش والفظاظة والخلف الأذان ديال هذه القوانين وأصروا أصروا ربنا ما نعرفوش نتا ما نعرفوش ما كذبوه كذبوه صاحبي أصروا يعني قام شادين في الكلام ديالهم واستكبروا استكبارا وهذا شغل الناس كلهم في كل زمان كل مكان الناس من الدعاة الرسول عليه السلام دائما كانوا مستكبرين فرعون ماشي نوح فرعون هامان كاع الرسل قال انا خير منهم خلقتني من بدا منين من الشيطان هو الرئيس طبعا هو المقدم والامام ديال المستكبرين شو قالوا؟ قال انا خير منهم خلقتني من نار خلقته من طين قالوا بشر منا واحد نتبعه ينزل في ضرر المجرم هادشي القران كثير بزاف يعني مستكبرون قال الذين استكبروا الذين استضعفوا ان استضعفناكم عن الدرجات لكم انتم مجرمين قال استضعفوا الذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار لتامرنا لا نكفر بالله مستكبرون لتامرنا لا نكفر بالله فاذا الاستكبار هذا من شان الكفار ومن شأن الذين يطغون في الطغيان في الطغيان هو سان يفيض في ديك الشيء الأنانية ديالو تطغى وتكبر وتظلم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني لعصوا جهارا ثم إني أعلنت له وأصرت له نحاول نحسبوا من الأول نحسبوا من الأول شحال في الأعمال كلها كانت على الصبر والثبات والثمرة على الدعوة قال ربي إني دعوت قومي دعوت قومي ونهارا في العائلة في الغد وإن كل ما دعوت قومي جعلوا أصابعهم في أذانهم فإذا باش يصبر على هذوك اللي ما يسمعوش خصو يبلغهم بجميع الوسائل خلفاء الزمان من الزمان أنت كتبلغهم كلمة الإيمان وكاين 10 ولا 20 ولا 100 ولا 1000 ديال القنوات كيبلغهم غير كلام ديال الشيطان السينما التلفزيون الراديو الانترنت الجريده جعلوا اصابعهم في اذانهم خصهم يبلغهم بكل وسيله واستغسلوا كثير وبغاو يشوفوا بغاو يشوفوا غير مناظر البشعه التلفزيون كل نهار كان عليهم الرقص و داك الشيء هو هذا اذا استغسلوا ثيابهم باش ما يشوفوا الشيء رسول الله صلى الله عليه وسلم واش ما يشوفوش حتى الداعي لكن انت راه وارد وغير كنت من العلم مشيت قريت علم تعلمت شي مجال كان العلم القلبي والعلم الاطلاع ما بغيتش نشوفوك هاد الناس اللي في الشاطئ قال لك اسيدي وليت ديالك ما شفت تصوير
شنو كون الناس كتصلي ما نشوفوش هادشي هذا، ما نشوفوكمش كتصلي. وأصروا، إذا أصروا الشخص كنا دير سابقوا هما شادين داك الكلام ما يزلوش عليه حتى داك الكلام ما متراجعش عليه. الحمد لله الجماعة ديالنا كتعرفوا بأنها لا تتنازلوا عن مواقفها والحمد لله فالله يثبتنا ويصبرنا. وأصروا واستكبروا واستكبروا، فإذا استكبروا هما شنو نديروا حنا؟ نتواضعوا الى الميني ولا نتواضع ونعز على الاخرين، يعني رجل مسلم ولكن عاشق على الناس ما كانش الله يهديني، واش نجي نقول انت كافر وانت مفلس وانت مشي جاهل؟ لا، انت نقول سيدنا محمد ومرحوم وقريب الخير وصل اللي خصك، راني معنا بسم الله اجي نتفضل وياكم، خصنا نلفوا الناس إذا استكبر الأعداء، يعني إحنا خصنا نكون يعني الأعداء اللي ما عرفنا ما فيهم خير، عرفنا ملحدين ومجرمين ما فيهم لا يوفرهم الخير، هادو ما ندلوش بهم، ولكن على الناس قال لي هذه الصلاة بلاش كاع أصلا، وأنا نمشي مع الوظيفة ونشربو، ثم إني دعوتهم جهارا. كيفاش ندير لهم جهارا؟ لا زمان ندير جهار، قال لك اسيدي مشى للشواطئ كيجيو الاخوان يبداو يديروا اناشيد اسلاميه باش الناس يجمعوهم باش يديروا لهم واحد يبلغوهم الدعوه، كيجيو الاخرين الجهر ديالهم كيجيو ولكن شي حاجه موسيقى وشي حاجه كيرقصوا، بس زعما يشوشوا على الاخوان ديالهم، هذه الدعوه جهار وخص نعرفوها بحسب وقتها. سيدنا نوح عليه السلام الله أعلم في الزمن ديالو شنو كان كيدير؟ واش كيمشي للسوق ويقول واي والله ديك البلاصة ديال الزمان، ديك الزمان ما عرفناهاش، كيقول واي والله أمنوا الله وخافوا الله وعبدوا الله، ما عرفناش كيدير، ولكن هذا الزمن شنو صلح له؟ وسائل الإعلام، شنو هي وسائل الإعلام؟ شنو وسائل الإعلام؟ كلمة، خطبة، الجريدة، زين واش آخر؟ وبزاف، والناشئ تا هو والشاطئ تاهو، اللي كنا هربانين من الشاطئ حنا مبغيناش ندخلو للشاطئ، كنا غير سيدي من عايم كان عندنا واحد الشاطئ ديالنا، قريت تبارك الله كان غير الإخوان وصحابو الأخوان داكشي ما فيه، دابا دفعونا قال لك سيروا للناس، الله تعالى كاينش، سيروا للناس بلغوهم دابا، إوا في الأول نتوما ما نمسكوش هادشي أنا كنت في واحد هكاك، خصكم تفهموا تعرفوا هادشي، في الأول قالوا هادوك هادو. هذوك المهم الحين كيجيو يقتلوا الناس وكيضربوهم وكيتعداو عليهم، ولكن اكتشفوا انه ما كاينش من داكشي والو، اتصلوا بالاخوان والناس وعرفوهم، ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسراري كيديروا اسراري يعني الاسرار ديالنا، كاين واحد الانسان يدخل لنا من يومين كان يتكلموا، لا هو حشومه مجموعه الناس تقول له هذا ما كيصليش، فضحتيه. لا غير اللي يكون بينهم كلهم الصلاه، هاك هاد الكتيب إذا كان قاري، هاد الكتيب راه فيه شغل الصلاه وفيه، من علمت له والو وأصرت له الإزهار فقلت، وهذا العمل، دابا شنو نقولوا؟ شنو نقولوا؟ كيف نعلموا؟ وأي شيء نعلموه الناس، فقلت استغفروا ربكم إنه كان أخطأ، استغفروا ربكم. أنا ماشي راه أنتم مثلثين كفار، وأوحي إلى نوح، الله تعالى أوحى له، ولكن بعد ما قال 1000 سنة إلى 50 عام، هذا اسم المهم، الله تعالى قال له هذا ما كان خير، قلت استغفر ربك إنه كان خطأ، يمشوا الناس، برحمة يا سيدي ربي ومغفرة وتوبة، وهذه الأمراء مرحومة، وخصنا ما نبعدوش على الله تعالى، الله كيتقرب لينا. وفي الليل كيجينا في الثلث الاخير من الليل وكيجي السماء ديالك كنقول الله سبحانه وتعالى هل من تائبين فاتوا على المصيبة فاغفر الله خصنا نتوبوا ما تعالى صدقوا انه كان اغفر انه كان يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم مدرارا شنو السماء؟ واش السماء تصح اليوم؟ يا مطر يا مطر مدرار مطر مدرار مطر كثير يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدكم باموال وبنين
ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالناس مساكين اللي هما غارقين في الدنيا كله عايش من علاش الدنيا يعني ما ماش ما تنسخري. إذا ما تعرفش الله تعالى، الله تعالى كيرزق رجع الدين مستقر ورزق اللي جاء الله تعالى. هادو الناس اللي هما بعاد، ولكن المؤمنين شنو نقولوا لهم؟ لا ما اخر شنو نقولوا لهم؟ يجيو لك اشياء لا بعيد هادشي ما عندو والو فقر. وكيقول لنا نمشيو للجبل ناكلو خزوز زيت ونبقاو 40 عام خزوز زيت والناس عايشين في هذا. شنو نقول لهم؟ نقول لهم بغيتي الاخره ايوا صبر في النعيم ديال الدنيا. خذ البلاغ إلا مدى الدنيا ولكن ما تسويش كفر. ولكن الناس اللي غارسين في الدنيا بشرهم بالرزق. قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا ويرسل السماء عليكم نهارا ويمدكم باموال معين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم نهارا. شي كيعرفوا الناس اسدي راه كاين الرزق. وهذا الرزق ديال الدنيا غير شي حاجه قليله والاخيره غادي يجينا كثار وكثار. وصف لنا الله تعالى في القران كيفاش قال لنا كي دايره هذه الجنات وفيها قطب دانيه وفيها الى اخره. ما ترجمنا الى نهي وقارن بدا بصيغه الامر استغفروا ربكم في الخير والبخور نبغى ما لكم علاش ما كان لازم نمشي للجنه صلي بحال الناس مالك واجي معانا تكون مؤمن مالك ما تخدم الاخره ديالك مالك يا طرنا الا وقارا سابقا خلقكم اطوارا هذا حجاج على موجه الناس العقلاء موجه العقل ديال الناس وهذا فهموه مزيان وخطونا شويه في هذا السبب باش نعرفوا القران كيفاش نفهموه كيفاش خلو خاطرهم امر راه بشرهم قال لهم لا استغفر الله لانه كان غفار وفي السماء لا هو يفعل لكم اخرين وفي الخلق اليوم كيخرجوا العقول ديالهم لا لكم لا ترجعون الى الله وقارن يعني تعظيما الوقر هو هذا الحلم الحلم الثقيل تعظيم ما لكم لا تريدون تعظيم الله عز وجل قد خلقكم اطوارا قال يعلمه الجميع كيعرفوا الجميع الله تعالى خلقنا طورا بعد طور ما عندناش سيدنا ادم عليه السلام هو اللي بخر وصل طورا بعد طور طور نطفه علقه مضغه والروح والجسم والميلاد والطفل ووليد ثم رضيع ثم طفل ثم غلام ثم بالغ ثم شيخ خلقكم الله فيكم جعل المعظيم هو سبب من عند الكون ما فيهم شيء. هذي الأطوار كيخافوا العقل ديالهم واش انت لو غادي ترجع للدنيا وهذا الزمان هذا إذا سمعنا بزاف خطاب الناس بهذا المنطق هذا العقلي لأن بالمنطق العقلي كيجيو الناس كيكفروهم كيقول لهم ما كاين والو كاين الله ولا الشهور ولا الأخيرة ولا والو حنا مخلوقين من طبيعة طبيعة صومتنا خطتنا وما كاين لا رب ولا مربوب ولا والو. وهذا كلام يطول ويدخلنا بالطول ولكن خصنا نعرفوا بانه كاين صيغه ديال الخطاب اللي تصلح لشي ناس اللي هما غرباء الدين ديالهم وغرابوا صنعتهم الآلة الجهنمية التغريمية المغربنة صنعتهم وبدلت العقل ديالهم وبدلت فيهم الفكر ديالهم شنو خطاب خاص. الجبيله جيتو تقريو القران شي قبيله ما تلقاو هاد الزنادقة ما كاينين كيعرفوا الفلسفة ولا بزاف قالوا بداع وبداع ولكن لما يجي موت كيقول لك لا اله الا الله محمد رسول الله المسلمين لا ما عارفينش الدين ما عارفينش صبروا معاهم صبروا معاهم الخطاب ديالو معاهم كل شكل اخر خلقكم اطوارا كيعرفوها وكيامنوا بها وكيقولوا الله خلقنا ولكن الاسلام شويه مخلط وبدا وكذا ان ترى كما خلق الله سبع سماوات طباقا الشيء الاول هو شوف انفسكم اكثر شيء بلاغا هو نفسك كيف كنتم باغيين جيتوا لا
إذا كنت مكاني في الدنيا عاديتي وكيف الله تعالى الحنيف قويًا وإلهي أكبر بجراني حتى كبرتي حتى كترضى حتى كقوت حتى كبرتي أنطرك بعد هذه الأولى ثم أشوف أنطرك خلص الله أشبع سنوات إطلاقا وجعل القمر فيه نورا وجعل السواجر الله أنباتكم من المدير أبادا كيف الله عز وجل ما يعيدكم فيها؟ ليش الله عز وجل يعيدنا بدري وابويا ابويا ادم وابقى ثم يعيدكم فيها ويخرجكم الخبر عوصا يردون الكبر في اللوم ان عسى الله اذا جاء لاخرجكم تعلمون يعلم ثم يخرجكم من اخرجه ثم الله ما تكون ظلمتم ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجها والله جعلكم وضعا مساقا لتسلكوا منها سبل كجالا ايوا في الخير قال الحر ربي انه عاصم قال الحر ربي تاع قال شي كله بالبلاء والاحكام والواعظ والنهي والامر والف سنه الى خمسين عاما وفي الخير وحال الله تعالى جعل جاهل الوحي قال الحر ربي انه عاصم اتبعوا النجد ما وما هو الدين خاصم ومكروا مكرا كبارا شو كانوا كبارا الكبير هو أنه بجميع الوسائل بشهد الرسول هذا يفضلوا معه قالوا يا نوح لما شفينا في القرآن في سورة المسكين قالوا يا نوح قسل تروا لنا وشفت هذا المجيب يونس مع المعنى فهم قالوا يا نوح قسل تروا لنا فاتنا لما تعيدنا إن كنت من الصالحين والخطاب ديال الكفار مع الرسل كثير في القران القران كله واقع كله فيه خطاب ديال الرسل قال واحد السيد الناس من الله من الناس عارفين بالله قال بان ثلاثه الاربع فاكثر من القران كلها كتكلم عن الرسل واحد كثير من الاقوام من الرسل ثلاثه الاربع فإذن هذه نربطها بخطاب العام في الحركة قلوا خاطب الناس نذكرهم بالآخرة والقرآن هو فيه الآخرة وفيه الدنيا واش نجيو الخطاب القرآن اللي أعطى واحد الحيز كبير وجدل الجدارة بين الرسل وبين الكفار بشكل من الأشكال من صيغات من صيغات ونقولوا حنا نتكلموا غير على الآخرة ولكن مش تكلموا على خير من صغارتهم في الدنيا فإذا خصنا نجعلوهم من دنياهم باش نجبدوهم ونجرهم نجرهم نفوسنا بعد من الدنيا خصنا نخاطبوهم خطاب الدنيا قالوا لنا جعلت انا قالوا يا لوط انا رسلنا شنو نزيد كثير هذا الشيء القران نجي نقراو خلوا الاول حتى يمكن نفسكم وما نقراو كثير بزاف كثير كثير قالوا يا شعيب وصلوات وتطاولك قالوا يا شعيب ما تقاوك كثيرا ما تقول وإذا نراك فيها ضعيف وضعفك رزاق هل شيء كثير في القرآن قال نوح ربي إنه عاصمي واتبعوا لم يزلوا ما له ولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا والمكر الكبار لذلك الوقت لا يقارن المكر الكبار في الزمن نظر التطور وسائل الإغراء ووسائل التضليل ووسائل الصد عن سبيل الله وتنوعها وتنوعها فالمكر الكبار في زماننا وكم كبار حقيقة فإذا خصنا واحد خطاب ديالنا يكون فيه ثلاثة أربعة ديال نظري قال واش قال ثلثين قال لا والله ثلثين واش ثلثين كم ديالنا يكون في الدنيا تقول في الآخرة ولكن الخطاب ديالنا خصو يكون مع القرآن وقالوا لا تذرون منهم مثل الكبار ديالهم لا تذرون آلهتكم ولا تذرون ودا ولا سواعا ولا واش كاين شي قراءة سي محمد اللي كيقرا ودا ديالهم لا حتى واش كيقرا ودا ودافع كذلك ودا
ما عرفناش واش كاين، فسميت واحد الصنم، قال لا ترى له ودا ولا سوعا ولا ياغوتا ولا عوقا ولا سلم، وهذا ظنوا كثيرا. وحنا شنو قالوا؟ لا ترى لنا السينما، التلفزيون، الصور الخريعه، شخر، بزاف مشاريع الجوخ والمخدرات، هذا هو، والتلفزيون اللي كيعلمنا غير نعبدوا الطاغوت، وزيدنا هادشي. قالوا ما تخليوش داكشي تبعوا هاد الخيط اللي كيفسدوا عليك الدين ديالكم، هادوك ما ينحيو عليكم الحجاب غيركم، ما كيخلطوا كيفسدوا الدين. قبل الله عليكم فضلوا ولا سمعا ولا يغوك ولا يغوك ولا وخا الافضلوا كثيرا ولا تجدوا الظالمين الا في الظالم خطيئاتهم اغرقوا فرسلوا نارا فلا يجدون دون نفرا وقال المحور بنا غير عظيم كذبها انك ان تذروا يضلوا عبادك ولا ينزلوا الا فاجرا كفرا. اخوة الكرام، عليكم بطلب العلم ونعرفوا ان شاء الله تعالى ما اشي الناس اللي هما عرفوا محو الاميه عرفوا تهزا شويه في الدين يفتي شي بداوين ديال المجرمين، فيبلغوا لانه كاين شي ناس ماشي بعاد من المغرب كيمشيو للبلاد المسلمين كيقتلوهم، كيشدوا الدري الصغير الرضيع يضربوا ويرحل يقتلوا هاكم شي مش مأزو منهم، ماشي البشر، ما كاين حيوان اللي يقدر شيطان اللي يقدر يقتل، استغفر الله العظيم. ولكن يجي الناس يقولوا قالوا استغفر الله قال في القران إنك إن تدعوهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجر كفارا. هذاك الولاد غادي يولوا فاجر في الأرض في اليوم مضروب، شنو يكونوا في الجحر؟ شكون اللي قال لك؟ شكون اللي قال لك بوتهم كفار؟ وشكون اللي قال لك بأن الولاد غادي يولوا كفار؟ وقال لك راه كاينة أخرى في القرآن، قال أسيدي تمتم أسامة حتى إذا بلغ قبل قرنين، لا قبل قرنين. غلاما فقتله قال قد نسلك يدك، واحد كنت هو سيدنا خالد وعندك وحي بينا عرفتي هذاك غادي يكون كافر، ايوا فهمتي يعني كيقتلوا الناس وكيفتيوا بين العلمين فيضلونا فيضلونا ويضلونا، لذلك اطلبوا العلم قرأوا اللغه العربيه حفظوا القران وطلعوا على ما جاء في كتاب الله وستر الله يعاونكم الله يرحمكم عن كل شيء من الظالم والظلم. إنك تدعون إلى الله عبادك ولا يزيدون إلا فاجر كفارا. إوا هذا القرآن الصافي قال غضب الله عليهم توا غضب عليهم، إلا بعض الله تعالى قالوا له فيهم خير. ورجع رجع النفس المؤمنين ربي لي ولوالدي إن خرجتم من المسجد لا نزيد الظالمين إلا تبارك. حنا شكروا الظالمين ديالهم سيدنا محمد. الله يجزيهم. الله يجزيهم إلا دخلوا في الحومه ديال سيدنا محمد وهي حومه كبيره ماشي صغيره، ما نقولوش الزيطان اللي عندنا طبعا الظالمين يا رب يرضيهم هو هذا المكان. يا يسوع نفسه اطمئن ترجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.